أنا عارفة سبب دموعك دي، بس يكون في علمك أنا طيق العامة ولا طيقش أشوف دموع راجل. أنا عشت أسود ليلة في حياتي. حد اتحرش بيك في الاسم؟ بلطجي ابن كلب، حتى لو دخل السجن هجيب أمه. هدومك فضلت عليك ولا اتقلعت؟ لا الحمد لله ما اتقلعتش، بس المحاولة نفسها فيها ذل. يبقى لازم تنسى الموضوع ده من أوله لآخره، والبلطجي ده كمان لازم تنساه عشان ما يبقاش عندك عقدة في حياتك. أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه، أنت مديتي إيديكي وأنت شلتيني من جهنم الحمراء. أنت اللي رميت نفسك في جهنم الحمراء يا غبي. أنا حلفت يمين إني أبوس رجلك. مفيش فايدة فيك ولا في أي حد زيك. أنت فاكر الدنيا ماشية إزاي؟ ماشية سبهللة؟ الدنيا ماشية بقوانين هي اللي عملتها لنفسها. وأول قانون بيقول مستحيل البني آدم يبقى طيب وشرير في نفس الوقت. ما ينفعش تبقى شريف شوية وغير شريف شوية تانية. النظافة والوساخة لا يمكن يبقوا في نفس المكان. الدنيا يا كده يا كده، وعليك تختار انت عاوز ايه. لكن البني آدم اللي بيمسك العصاية من النص بيفضل على حاله، دايما خسران. وانت خسرت واتهنت عشان مسكت العصاية من النص. أنا بتعلم منك يا أستاذة. الغاية بتبرر الوسيلة. شوف انت عاوز تعمل ايه واختاره. بس حضرتك نظرتك للدنيا سودة قوي. من اللي شفته، وانا شفت كتير. وخلي بالك ان ما قدرتش تبقى ديب هتبقى خروف، وديك جربت عشت الخرفان في الحجز. ساعتك كام؟ 10:30. طب تعالى انا عزمك على 10. لا مش قادر يا أستاذة، لازم اروح لابويا عشان اطمنوا عليا. على راحتك. عملت ايه في العربية سبب المصيبة؟ عربية ايه بقى؟ يغور بيها، دي نحس زي وش أمه. صباح الخير، مالك في ايه؟ في حاجة لازم تشوفيها بنفسك يا أستاذة. عاوزاني أشوف ايه؟ امتى تحصل وازاي؟ أنا جيت الصبح لقيته نايم. عم مسعود هو اللي فتح له. ايوه ست هانم، وانا الصبح انا منظف. خلوه نايم وبلغوني لما يصحى. تعالى يا مسعود قولي ايه الحصل. ايوه ست هانم، الساعه 7 الصبح انا منظف المكتب، جه هو خبط، فتحت له فقلت له والله انت ايه اللي جابك بدري دلوقتي؟ فقال لي انا جاي انا اخش الحمام. قلت له خش الحمام. ايه اللي حصل لك تاني؟ خناقة عائلية. خناقة عائلية تعمل فيك كده؟ ما شفتش نفسك في مراية؟ شكلك طالع من صندوق زبالة. لا أصل الخناقة كانت شديدة شوية. مع أبوك ولا مع أمك ولا مع كله؟ مع أبويا وطردني. طردك؟ ومامتك سابته يطردك؟ معرفتش تمنعه؟ الخناقة كانت في الشارع عند العربية؟ أيوة. وإيه المصيبة اللي عملتها عشان أبوك يطردك؟ مش كبرت على حكاية الطرد دي؟ ولا كنت عارف انك لازم تطرد؟ ما كانش ينفع ابقى جنبه وهو غضبان، وما كانش ينفع ارجع البيت عشان ما كنتش اخلص من ماما. لازم عامله سودة. خلاص بقى، لا حصل حصل، الموضوع انتهى. ما انتهاش بالنسبه لي. هي مساله عبيطه وهايفه، بس بالنسبه للوالد والوالده غلطه كبيره قوي. ايه سرقت اهلك؟ لا، ابويا ظبطني مع واحده في وضع مش كويس، وعفاريت الدنيا اتنططت فوق دماغه. قفشك مع واحدة؟ مش مكسوف من نفسك؟ طب هتعمل ايه؟ مش عارف. بتلبس مقاس كام؟ ايه؟ بتلبس مقاس كام؟ 42. انت مش شايف منظرك عامل ازاي؟ افندم يا مدام، خدي اشتري قميص مقاس 42 وبنطلون مقاس كام؟ 34. وغيار داخلي فوق وتحت من اي محل وبسرعه. حاضر. حمامي في دش، لما تهاني تيجي تدخل تاخد دش وترجع بني ادم تاني، وتروح بيتكوا تجيب هدومك والحاجات اللي تهمك،
وتكون قدام العمارة دي. لما تخلص هتكون هناك الساعة كام؟ الساعة 10 بالليل. مش معنى الساعة 10؟ عشان أبوي يكون خرج من البيت. البواب هيكون مستنيك قدام العمارة، تقول له أنا عاطف ربيع وهو هيعمل اللازم. ايه الهيصه دي؟ النهارده في قبض يا نبهان. وايه المشكله؟ الاستاذ علي نبهان بيقول ان هو كتب 4 موضوعات مش 3. قولي له المدام هتشوف الموضوع ده بعدين. في ايه تاني؟ اصلا انا قلت له الكلام ده قبل ما حضرتك تيجي، بس هو ما عجبوش الكلام وقال لي الحق حق. قال لك الحق حق؟ اه والله يا مدام. خلاص ادي له مكافاه الموضوع وقولي له المدام مش عاوز الشغل تاني منك. صباح الخير. ازيك؟ مالك فرحان كده ليه؟ نجحت. بجد؟ بدرجة مقبول بس نجحت. ألف 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 مبروك يا عاطف، ده إيه الخبر السعيد ده؟ لازم بقى أعزمك على العشاء النهاردة بمناسبة النجاح. تهاني. أيوة يا مدام. جاتول المكتب كله. حاضر. مالك مش على بعضك ليه؟ ما تقعد عدل. اتفرج على الناس يا استاذه. انا عمري ما شفت النوع ده قبل كده. وماله النوع ده؟ مش عاجبك ولا ايه؟ هي الناس دي بتطلع بالنهار. ايوه بتطلع بالنهار، بس الهيئه غير الهيئه. بس دول معظمهم عارفينك. زي ما انا عارفه بلاويهم بالظبط. بطل تبص. حاضر. يا جوهان. ايوه. محسن بيه الهواني عاوز يحاسب على الترابيزه بتاعت حضرتك. ايه راي حضرتك يا فندم؟ طبعا لا. قول له مدام نجوى بتقول لك متشكرين وانت عارف انها بتحب تدفع حسابها. وبعدين هو مش شايف ان انا معايا راجل طول بعرض؟ احنا هنا يا فندم في خدمه زبايننا مش اكتر ولا اقل، وبنسمع الكلام سواء من حضرتك او من حضرته. ماشي شكرا. بعد اذنك يا فندم. هو ايه الموضوع بالظبط؟ حدق قوي. فاكر انه ممكن يشتري سكوتي بعشوة، مش عارف ان كل حاجة ليها تمن. كنت فاكراك اذكى من كده يا محسن يا اهواني. هو ده اللي قدرت عليه تدفع لي العشا؟ ده انت اهبل بقى. عاوزة ايه؟ عاوزة اعلان الغلاف الاخير بتاع المجلة بتاعتي. الغلاف الاخير مش العدد الاخير يا اهبل، فلالا ولا فالك. ظهر المجلة، فهمت؟ بكام؟ هتدفع اللي بقولك عليه، انت هتفصل معايا؟ ايوه كده، خليك حلو عمار. سلام. اي خدمة يا استاذ؟ فين تهاني؟ عندها ضيفة. قول لها الاستاذ عاوزاكي دلوقتي حالا. معلش يا استاذ انا اسفة. روح انت. مين الضيفة اللي عندك؟ دي بنت بتقول انها صحفية وجاية تسأل على الاستاذ عاطف. بنت وصحفية؟ اسمها ايه؟ اسمها سلوى. طب دقيقة كده وخليها تدخل.